السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا الطريقة ديال بلاصاج الخوت، غندور غنسرح الفريغو مزيان، شي تسرحت يعني فريغو يتسرح مزيان وليبان ولي الجناب بشوش صافي. هو تسرح الفريغو، كنشوف هنا كنشوف هنا كم درجة مارشال، كم درجة شوية هنا، نقلب شوية هنا شوية جهة أخرى، نص دورة هنا نص دورة هنا، كتبقى تشوف هنا في المراية وتشوف مراية أخرى. دابا غنزير شوية جهة التريطوار، كتشوف كتلاحظو راسي مكيزقاش، كنبقى هوك هوك. شوف هنا شوف هنا، يعني غتسهى شوية تلقى المشكل. قربت من بلاصتي، دابا قربت التريطوار، يعني الاخر ديال الفريغو وصلت للتريطوار، ما خاصني نقلب نقاد الفريغو كامل، خاصني نقاد الفريغو دابا باش نتبع الراس شنو نقاد. هو الفريغو كيتقاد دابا مع التريطوار، دابا يمكن ليا نقاد الراس نتبع الراس، يعني غنتبع الفريغو دابا في الجهة اللي هو مقاد فيها باش نقاد مع الراس. أنا بلاصتي شنخوض دابا مع التريطوار، ديما خصك عينيك هنا وعينيك على المراية ولا المراية، ما يمكنش لك تبقى تشوف في جهه واحده. صافي دابا راه تبعت الفريغو، الفريغو كامل تقاد ولا لونسومبل كامل تقاد، دابا ما بقاش هادشي اللي كاين الخوت. انا بلاصيت الشاحنة ديالي، غنزيد نسرح مازال شوية لقدام باش تكون الرؤية واضحة مزيان. نزيد رجع شوية، نزيد نقاد، يعني نلصق الفريغو مزيان على الطريطوار، بلاصي مزيان.